بعض الدراسات بتشير الى بعض الخلاصات اللي بيقولوا انه 60% من الامهات بحبوا يعطوا رايهم لما بيختار ابنهم العروس. لما ابنك اختار العروس شو اللي كنت تتمنيه انت كأم؟ مثل كل ام تتمنى ابنها تكون عروسته اجمل عروس. شوف حالي فيها. بشو بتشوفي حالك فيها؟ بالمجتمع يكون لها وجود كجمال. المعامله مع مين؟ تعامل مع مين؟ امه. المعامله مع امه. هيدي اساسيه لتشوفي حالك فيها. اكيد هيدي قبل الكل، بس كونه هالام هيدي خلفت هالصبي هيدا وهي موجوده عندها بحياتها، ما بتنبسط انه تكون كنتها محل بنتها؟ شو كان موقفك لما ابنك اختار عروسته وشريكه حياته اجا خبرك؟ اكيد مثل كل ام الرفض. شو اجا خبرك؟ مش قبل ما يخبرني، هو كنت سامعه من برا. انا شو بلشت تسمعي؟ انه ابنك ماشي مع انساني مش من مستواه، ماشي مع انساني ممكن بكره بتخرب له بيته، يعني كذا مواضيع فتحوا الناس. لما سمعتي هالكلام شو قلتي بينك وبين نفسك؟ ان شاء الله تكون نزوه هادي، واكيد نزوه. وليش عم بتقولي ان شاء الله تكون نزوه؟ ليه؟ اول شغله انه انا ابني اختار اثيوبيه خادمه. لما اجى خبرك هو شو قلتي له؟ ما تقبلت الفكره بالمره، ما خليتها تفوت على البيت. رفضت، قلت له مستحيل ولا باي شكل. قال لي بحبها. قلت له بتحبها؟ بحبها برا مش عندي. هون هالانساني منا الك. ليه منا له؟ منا له يعني ما بعرف، بحس انه ما عندهم هالتقاليد والعادات والاساليب والحياه الاجتماعيه اللي موجوده عندنا بحياتنا بلبنان. ثاني شغله اللون. صرت يعني افكر انا انه ولاد ابني او المجتمع اللي عم بيقولوا انه اخذ سريلانكيه، اخذ اثيوبيه، اخذ كذا، عرفت كيف؟ في هذا التفكير بيمرض بكل. كان عندك مشكل اساسي انه ياخذ امراه اثيوبيه وامراه بتشتغل بالخدمه المنزليه. وين المشكل اذا بتشتغل بالخدمه المنزليه؟ بيقولوا انه لك اخذ خادمه. انه ما لقى بنات عندنا بلبنان لحتى يتجوز. لما سمعتي بالخبريه قلتي له ما بتفوت على البيت. قام قال لك حبل. بعدين اتضح لي انه في حبل. حطك تحت امر الواقع. فرضت. شو قدرت تعملي؟ ما قدرت اعمل شيء. طلعت هيك انه ابني وصل لمرحله بده يضيع. جيت انا جبتهم على البيت. الصبية اللي اعتبرتيها غريبة واللي اعتبرتيها من غير عرق واللي اعتبرتيها هي خادمة واللي اعتبرتيها مش للمجتمع، شو بده يقول إذا بيشوف إنه ابني أخذ خادمة؟ كيف استقبلتيها عندك بالبيت؟ هلا بدايتها كنت عادية مجبورة ومضطرة ضغطة على حالي. كيف يعني ضغطة على حالي؟ يعني عم بتقبلها ما افهم عليها كثير، ما تفهم علي كثير على فكرة كمان. صرت شوي شوي علمها اللفظ العربي، كل ما لفظت كلمة ما أنا مفهومي علمها لا هيدي كذا لا هيدي كذا. بلشت تقلدني. شو؟ تقلدني إلي أنا. ليه تقلدي؟ ليه شو؟ بقول لك هلا في إشي بالبيت ما حدا بيقدر يعملها إلا أنا. هي شو صارت تعمل؟ غيب أنا أرجع لشوف مشغول بالي إذا هالشغلة هيدي عملتها ولا ما عملتها، طلع ليها معمولة إلا أنا عملتها؟ لا. بتقلي ماما أنا عملتها. أنا هون صار في عشرة بيني وبينه. قلت أنا مزبوط ابني عم يحكي إنه هي إنسانة قلبها طيب نفسيتها طيبة. عدة اشياء حكي لي اياها يعني. كيف صرت تشوفي الوجه الاخر لهيدي الانسانه غير الوجه اللي مرسوم نمطيا بالمجتمع واي افكار مسبقه عنا اياها؟ إيه لا هلا هون شو صار وقت اللي عرفت انه انا قدراني اتكل عليها؟ ريحت لي راسي من عدة ابواب، شوي شوي صرت انسال عنها. كيف صارت تعاملك؟ صرت شوي شوي انا اتقرب منها لحتى انه هي بتعيط لي ماما يعني مسات اللي فاتت من البيت. وبلشنا مع بعضنا لما وجي وجه بالبيت طول النهار. اولادك التانيين مجوزين؟ ايه. هي احلى منهم بكثير. شو؟ الاثيوبيه، كن الاثيوبيه بتسوى مليون مره اللبنانيه. من الكنه اللبنانيه، وعن جد هذا الشيء انا عشته، بس انا عشت مع الاثيوبيه بقلب البيت وعشت مع اللبنانيه. الكنه اللبنانيه شو عملت والكنه الاثيوبيه شو عملت؟ انا وقت خلفت الاثيوبيه انا كنت خايفين، خلقت بنتها مريضه، انا كنت خايفاني ما تزيد بنتها وتفل. لأنه هني ببلدهم بيتركوا أولادهم عند أهليهم وبيظهروا على بلد تاني لحتى يشتغلوا ويعيشوا، مظبوط ولا لا؟ بس هني بأوضاع صعبة بيتركوا أهل، ما في أم بتترك أولادها غير ما تكون مرغمة بدها تشتغل وتعيش هالولد.
بس أنا صار عندي خوف إنه معقول تجي اليوم تترك هالطفلة وتفل. بس هالطفلة من غير عرق. لو كان يمكن ما تكون حتى أسيوبية، يمكن تكون من أي بلد اللي كان، مهم من جوا شو فيه. بدي أخذ معك وقت لتوصل لهالخلاصة. بس جابت أمال، صارت غلوتها من غلوت حفيدتي وبنتي. وحملتيها لأمال، تعلقتي فيها أكتر وحبيتيها، واكتشفتي إنه الإنسان بقلبه، بقلبه بس، مش بعرقه ومش بلونه أبداً أبداً، ومش بدينه ومش بشغله. مزبوط. قد ايش صرت تعرف اليوم عن أثيوبيا؟ كتير. وعلى فكرة أصحابها كلهم بيحبوني كتير بعد تكون لي ماما. قدرت تنخلطي مع أصحابها؟ ايه. بس سؤال، بدي أسألك سؤال مثل ما أنت قلتي لي، كيف انخلطتي مع أصحاب الخدم؟ مستواك الاجتماعي بخليك تقعدي مع خدم ويصيروا أصحابك؟ ما أنا بدك للصراحة قطع الأصحاب المجتمع وصرت مع أصحاب الأثيوبيات. وصلت لهالمرحلة هيدي، لقيت إنه في عندهم إخلاص، عندهم صدق. إذا قال مجتمعي هيدي إيمان، ظهر مع الخدم، ظهر مع هالأثيوبيات، عم برجع استعمل تعبير المجتمع اللي أنت وأنا عم نجرب نصلحهم الليلة، شو بتقولي لهم؟ غلط 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 كبير، بدنا ندور من جوا شو فيه. تحية لك إيمان. ما كانت تحبني أمه لأنه فكرة يتجوز وحدة أجنبية أثيوبية إنه بتقله إنه تجوز وحدة بنت بلدك، أنا بتركه وبفال. لما صرت حابل وبتأكدني على الحكي وبنروح بنرجع، وبلشت تحبني من وقتها. بلش على الشغل، إذا في شغل، إذا ما في شغل بروح لعند رفقات. نقلي تيب، بتشتري لي تيب هي وبتعمل لي شعري، وبنروح مشوار، بنعمل شعرنا أوقات، أوقات بنروح لعند أمها ولعند بنتها. بنشارك إنه بيحبوني، خلوا بسلموا علي، بيقولوا لي مادام، مش ما بيعيطوا لي باسمي حتى، بيعيطوا لي مادام، وكلوا بسلموا علي وبيحبوني. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.